المدى طوله على مضمر تعب بس ما يثر على باع السبوق. هكذا الانطلاق والحمد الكريم في هذه اللحظات تذكار محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي، حي من حسمت اول الاشواط الاولى الصباحيه وعبرت بالسلامات الى سكان شارع سته، فلهم التحيه من قلب الحدث في هذه اللحظات وبهذه التحديات والاثاره. القعدان أول أشواطها في هذا الصباح، أول اندفاعها وانطلاقها في هذه الإثارة الأولى الصباحية. هكذا الانطلاق وهكذا الشعارات. أذكر التوقيت 6 دقائق و19 من الثواني، أيضا مع تذكار محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي. ينطلق القعدان مثل ما سلفنا وذكرنا أول أشواطها في هذا الصباح وبهذه التحديات بقدمت الشوط. المركز الأول ممدوح عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي، هو من يقدم ممدوح على مقدمة الشوط في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني، المركز الثاني في هذا اللحظات وبهذا الاندفاع وبهذه التحديات، بلقانبه وسعيد أو معدي هذا معدي راشد بن محمد بن سالم الراشدي، هو من يقدم معدي مع المركز الثاني. المركز الثالث تابع لهم لبي راشد بن عبيد بن محمد بن عبيد المهيري، يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الثالث عطني في هذه اللحظات، شوف التقدم والحضور مع مبعد مكتوب بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، يتقدم بدوره مع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. بعد المركز الرابع تابع لي، خلنا تقول بهذه العدسات صفوة الميادين، أيضا تراقب وتتابع في هذه الإثارة هذه الأسماء الحاضرة في هذا الاندفاع وفي هذا الأبداع والتحدي المثير في هذه أيضا الإثارة المستمرة. أول أشواطها، أول اندفاع القعدان في هذا الصباح وبهذه التحديات والإثارة أيضا المستمرة، شعارات أيضا ثابتة مع رأس الحربة تتقدم في هذه الإثارة، تحاول أيضا اصطياد الناموس والانتصار بن عمر، مر وعبر إلى رأس الحربة، لكن لا لا لا، غير الراشدي في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ما شاء الله يتقدم معدي راشد بن محمد بن سالم الراشدي مع المركز الأول في هذا الاندفاع وبهذا الإبداع بقيادة راع اليربة، أيضا من أحد الشباب المهتمين متابعين لهذا الشعار ومهتمين في جميع أيضا الانطلاقات، مشارك أيضا من المشاركات هذا الشعار يشار له بالبنان في عالم الساحر.
تابعناه في أيضا مشاهد الكرام في أيضا عاصمة الميادين وكذلك في تحفتها المرموم. قدم الكثير والكثير من الإنجازات، تسلم يمينك يا الراشدي على هذه المشاركة وعلى هذا الإبداع. يا ما نقل ملكيات هذا الشعار، يا ما قد أيضا الميادين، يا ما نقل السلامات وقدرت مغافة من السلامات من هذا الشعار. تسلم يمينك يا راشدي على هذه المشاركة وعلى هذا الإبداع. معدي عد الكيل والمتر الأخير في هذه اللحظات وبهذا الإبداع، رقص ذاتي وتلقائي في هذه الإثارة، خطر على التوقيت، خطر على التوقيت، وأقول لكم أنه خطر. يا سلامي على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير بدون وامر ولا شبه وامر، ما شاء الله. حطوا دونه ما بين قوسين ذهبيين، يا سلامي عليه. شو 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 شوف الرقص معدي مع المركز والسلالة تغذي معدي أيضا، بقول في هذه اللحظات وتجري في دم على مقدمة الشوط. سلامي وتحياتي مثل ما بعثت سابقا إلى سكار مغافة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى هذا الأقلاع في هذا الصباح. عروضك الراشدي أيضا وتحيات الهالي مغافة يستاهلوا العرض مع اللحظات الأخيرة، حيث أن الطاقم متواجدة مع اللي هو معدي ما شاء الله تبارك الرحمن، يقول لي تابع لي في الغربية، وتحياتنا لك يا الراشدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني تابع لي بعد معدي المركز الثاني والقدوم في هذه اللحظات وبهذه التحديات من خلال انضمام اللي هو ايضا مبعد مكتوب بن سعيد بن منان بن غدير الاكتب. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول الى الحلقة الكريم، وتدخل مع ايضا كذلك ايضا معدي. المركز الثالث، المركز الثالث هو الحلقة الكريم، كان تدخل مع اللي هو ايضا رمسيس ومكتوب بن سعيد بن منان بن غدير الاكتب. الرابع، الرابع مشاهدنا الكرام اللي هو انضم مع اللحظات الاخيره نبه سعيد بن خويدم بن منيظر العامري. هذه هي نتائجنا، توقيتنا 12، يتحطم التوقيت الزمني بايضا مع معدي 6 دقائق و12. وسلام ام غافه، سلام مع التوقيت الافضل.